رسول الله رسول الله. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد توفي والده قبل ولادته عندما كان في بطن أمه لشهرين، ثم لما بلغ السادسة من عمره فقد أمه أيضا صلى الله عليه وسلم. فقد ولد صلى الله عليه وسلم يتيما لم يرى أباه في هذه الدار، وفقد أمه في أول مرحلة التمييز التي يعيشها الإنسان. وكأن الله سبحانه وتعالى قد جعل يتمه بين الأنبياء ليبرز للعالم أنه هو الذي تولاه، أو ليتولاه حقيقة صلى الله عليه وسلم بغير يد أب ولا يد أم في تعاملهما معه. أي أن التنشئة النبوية الشريفة كانت محو عناية من الله عز وجل. ذكر في السيرة أن والدته توفيت وهو راجع من المدينة، قد رجعت به من المدينة عندما ذهبت به يزور أخوال أبيه. وتقول أم أيمن التي كانت معه في لحظة وفاة والدته: فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال أمي يا أم بركة، ما بال أمي يا بركة. قالت: فضممته إلي وهو يبكي، وعاد به بعد ذلك إلى مكة. فكان اليتم معنى من معاني تولي الله سبحانه وتعالى الخاص لرسول الله. أيضا فيه رسالة لهذا العالم الذي ضعفت فيه مشاعر الرحمة بين البشر، أن معاني التولي لليتيم، وهذا الكلام لمن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، تفتح لصاحبها باب صلة خاصة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يتيما. وفيها معنى يخص اليتيم، أي أن اليتيم قد نال خصوصية في مشابهة رسول الله، في مماثلة رسول الله، في الأخذ عن رسول الله، في الاقتداء برسول الله في أمر غير اختياري في الاقتداء، فهو وحده الذي له هذه الصفة من الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما فآوى، أي آواك إليه، ووجدك ضالا. الضال عند العربي هو المحتار، والضال عند العربي هو المحب. وجدك ضالا أي محتارا في كيفية إيصال الحق إلى هذا الوجود عندما كنت تتعبد قبل البعثة في غار حراء. ووجدك ضالا أي محبا لله فهداك إليه وإلى هداية الخلق إليه. فكان هذا المعنى فيه صلى الله عليه وآله وسلم من سر هداية الله تعالى له منذ طفولته، فلم يسجد لصنم في بيئة انتشر بين أهلها السجود للصنم قبل أن يرسل أو يبعث. لم يعرف عنه كذبا حتى كان الناس يسمونه ويلقبونه بالصادق الأمين. فلما بعث بالرسالة وكذبوه قيل لهم: كيف تكذبونه وكنتم تسمونه بالصادق الأمين؟ صفة الصدق التي نشأه الله تعالى عليها من معاني ووجدك ضالا فهدى، هداك إلى حقائق الصدق، لم تكن كاذبا أمينا حتى في ليلة هجرته صلى الله عليه وآله وسلم وخروجه من مكة بعد أن أذن الله له بالهجرة، وقد تعرض لأنواع من الأذى. أبقى علي بن أبي طالب ابن عمه الذي رباه رسول الله، أبقاه في مكة ليؤدي الأمانات إلى أهلها. من أهلها؟
الذين كانوا يضربونه ويؤذونه في النهار ويكذبونه ويشوشون على دعوته، هم في قرارات أنفسهم كانوا إذا كانت لديهم أشياء ثمينة يجعلونها عنده هو، يأتمنونه عليها، فكانوا يكذبونه ويسبونه في النهار ويذهبون بحاجياتهم الثمينة إليه في الليل يودعونها عنده، فكان مظهر الأمانة أن أبقى سيدنا علي ليردها إلى أهلها، ليشعر بذلك أن حدائق تولي الله تعالى له فيها المعنى الأكبر، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال الإمام جعفر الصادق من أئمة أهل البيت: ولا يرضى محمد وأحد من أمته في النار، لا يرضى لهم وهم في الدنيا أن يفعلوا أفعال الخروج عن رحمة الله وأن تنتزع الرحمة من قلوبهم، ولا يرضى لهم في الآخرة أن يكونوا في عذاب الله. حقائق الأمانة والصدق، الرحمة والعطف، العطف على اليتيم وفرح اليتيم واستشعاره بأن الله يواسيه بأن جعل أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم يتيما. بعض الدروس في هذه العجالة: رزقنا الله الهداية وبلغنا من جوده وإحسانه أقصى غاية، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسلاة، والحمد لله رب العالمين. حبيب الله، شفيع الله، نبي الله، حبيب